كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا إلى أرض أرمينيا الصديقة. إذ انعكس هذا المناخ الودي على أجواء المباحثات التي عقدتها اليوم التي عقدتها اليوم مع فخامة الرئيس فاهاجين. وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما جعلها مقصدا استثماريا واعدا في توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر والمميزات التنافسية الكبرى. كما أعربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة الرئيس فاهاجين في القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي عكست مدى الاهتمام الذي توليه أرمينيا لقضية المناخ. وعلى الجانب الاقتصادي تم تأكيد أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانات الواعدة لكليهما، وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما بما لها من خصوصية شعبية، الأمر الذي يتطلب تفعيل وتنشيط الآليات الاقتصادية القائمة بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى منها وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال.